الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم السيدات السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون السيدات السادة ممثلي المنظمات الدولية المحترمون السادة وسائل الأجهزة الرقابية السادة القضاة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا لحضوركم في هذه الورشه. هذا ليس مؤتمر. هذه ورشه عمل ارتأيت ان تتواجد الجهات المعنيه في مكافحه الفساد الاداري والمالي نستعرض فيها ماذا عملنا خلال عام؟ اين الخلل؟ ما هي المعوقات؟ ونصنف في الانجازات في البدء احيي كل المتصدين لمواجهه هذه الظاهره والافه الخطيره واثمن جهودهم ووقفتهم البطوليه هذا الموقف الشرعي والاخلاقي والقانوني طيله هذه الفتره وما يعنيه مواجهه حالات الفساد الاداري والمالي في بلد للاسف استشرت هذه الظاهره واصبحت عامل محدد لكل الخطط والبرامج والتنميه وتبقى الخساره الكبيره انها افقدت ثقه الشعب بمؤسسات الدوله وبالنظام السياسي حتى وجدنا ان المواطن عندما يرى انجاز بسيط يقول اليوم احسست باني مواطن عراقي، اليوم اعرف ان هناك دوله وهناك خدمات وهناك مؤسسات، في الوقت الذي خصصنا وصرفنا مليارات الدولارات طيله سنوات، هذه محطه مهمه يجب ان نتوقف امامها في زخم الملفات الكثيره اللي نعمل عليها. كحكومه التزمنا امام الشعب وممثليه في البرلمان بان وضعنا مكافحه الفساد الاداري والمالي كالتزام وكاولويه ضمن الاولويات الخمس. وعلى هذا الاساس بدانا بالعمل في عده مستويات. ساستعرض ايجاز للمحاور الخمسه التي عملت عليها الحكومه. المحور الاول اجراءات مكافحه الفساد كانت الاولى اعتمدت الحكومه مبدا فاعليه اجراءات استرداد الاموال والمطلوبين وملاحقتهم حيث تمت مخاطبه جميع الدول التي تتواجد فيها اموال الفساد والمطلوبين المتهمين والمدانين واتخاذ اجراءات جديه لاستردادهم ومحاكمتهم. ثانياً تم تأليف الهيئه العليا لمكافحة الفساد والفريق الساند للهيئه، وتم انجاز 27 ملف يتعلق بموضوعات شبهات الفساد وإحالة المشتبه بهم إلى المحاكم المختص. ثالثاً تم تشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق في الإخبارات والشكاوى التي تتضمن معلومات تنطوي على مزاعم فساد. هذا الفريق دقق بحدود 71 ملف في مختلف القطاعات، وأجرى تحقيق إداري في 24 قضية، وعلى أثر التدقيق والتحقيق في تلك الملفات والقضايا، شخصنا العديد من مظاهر الفساد، واتخذنا الإجراءات القانونية وإحالة المتورطين إلى هيئة النزاهة الاتحادية والمحاكم المختصة. رابعاً وجهنا بتأليف لجان تحقيقية. بحق السادة الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين بشأن المخالفات المنسوبة إليهم عند طلب الجهات المختصة إجراء التحقيق الإداري هذا كان واحد من القضايا المعطلة لحسم القضايا المنظورة أمام المحاكم بشأن تلك المخالفات والإخبارات والشكاوى المنظورة في هيئة النزاهة الاتحادية ومحاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة خامساً أو عزنا بتأليف لجان تحقيقية على أن لا تقل عن ثلاث لجان في الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات بغية الإسراع في حسم القضايا الجزائية التي تتطلب إجراء التحقيق الإداري ومحاسبة الفاسدين وتتولى التحقيق خلال سقف زمني محدد وتم إشعار جهاز الإدعاء العام بذلك سادساً تم تشكيل لجنة للتحقيق في أوامر الغيار وزيادة الكلف الكلية والإحالات التي تجاوزت الكلف الكلية والمخالفات كافة التي قامت بها الوزارات والمحافظات قبل استحصال الموافقات الأصولية سابعا أو عزنا إلى الجهات كافة عدم تدوير اللجان التحقيقية والتدقيقية المشكلة في السنة الحالية إلى السنة اللاحقة للحد من ظاهرة تأخر اللجان في إنجاز مهماتها بغية كشف مرتكبي المخالفات والإسراع في حسم الدعاوى الجزائيه وفرض الجزاء القانوني بحق الفاسدين. ثامناً أوعزنا إلى هيئه النزاهه الاتحاديه بزياده أعداد المحققين في الهيئه لتسريع حسم الإخبارات والشكاوى والقضايا الجزائيه. تاسعاً شكلت لجنه على مستوى وظيفي عال لمتابعه ومعالجه المشاريع الحكوميه المتلكئه وحسمها لأنها مشاريع فعلاً سببت هدر كبير في المال العام. عاشرا تم تقييم عقود المشاركه بين القطاعين العام والخاص هذا الاصلاح الاقتصادي اللي نامله واللي من خلاله انه تصير هذه الشراكه كنا نتحدث يوميا على الشراكه مع القطاع الخاص لكن هناك من يريد ان يوجه الشراكه باتجاه اخر على حساب الشركات الحكوميه بحيث في احد العقود نسبه حصه الشركه 2.5 و97.5 للشريك يعني هيك عقيد بهذه التفاصيل بهذه الجرأة هاي راد لها وقفة أو عزنا بتأليف لجنة مختصة لمراجعة العقود السابقة التي, سجلت عليها ملحوظات من أي جهة يزيد مبلغها عن 100 مليون دولار والتي تشير إلى وجود هدر في المال العام وتقويمها وفق القانون 12 أو عزنا إلى هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لإجراء التحري والتحقيق والتدقيق بشأن عقارات الدولة التي بيعت للسنوات السابقة 13 وجهنا بتشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية من الأجهزة الرقابية تتولى مراجعة وتدقيق جميع التجاوزات على عقارة الدولة في المحافظات كافة وتقديم التوصيات المناسبة وفقا للقانون 14 تم الإعاز بتقييم شركات الدفع الإلكتروني ووضع معايير لترخيص عملها، وبما يضمن استقطاب الشركات الرصينه، وبما يؤمن ايصال الخدمه للمواطنين باقل الاسعار وافضل الخدمات. المحور الثاني كان اجراءات الوقايه من الفساد والحد منه وكالاتي، وهذا مبدا معمول به، يعني ما ممكن نستنزف الوقت والجهد وعمل المؤسسات في ملاحقه القضايا. والغوص في التحقيق واشغال المؤسسات الدوله بدون ان نضع اجراءات واضحه تضمن سلامه الاجراء من قبل الوزاره الدائره الرسميه بدلا من تهيئه البيئه اللي تمكن ضعاف النفوس من استثمار هذه التعليمات، واحيانا بصراحه التعليمات والقوانين وقرارات مجلس قياده الثوره المنحل أوامر سلطه الائتلاف كلها فوضى تشريعية تمكن ضعاف النفوس من استخدام هذه التشريعات للنفاذ منها وتحقيق مآربهم فالوقاية محور أساسي حتى نواجه ظاهرة الفساد الإجراء الأول كان التقييم الشامل ذكر الفيديو لكل الإدارات وهذا التقييم بدأ من المدراء العامين والوكلاء المستشارين وسينتهي في الوزراء تم تحديد الوزارات التي ترتفع فيها مؤشرات الفساد واتخاذ الاجراءات المناسبه لتخفيف مستوى ظواهر ومخاطر الفساد في تلك الوزارات كمرحله اولى ومن ثم يتم في المرحله الثانيه الانتقال الى الوزارات الاخرى. ثلاثه اجري تقييم اداء للقيادات الاداريه العليا مثل ما ذكرنا. اربعه وضعنا في مجلس الوزراء معايير ترشيح ذوي المناصب الوظيفية العليا بالاعتماد على مؤشرات الكفاءة والنزاهة والخبرة لضمان اختيار المؤهلين لإدارة دوائر الدولة منعا للفساد خامسا شكلنا لجنة, عالي شكلنا لجنة عليا تتولى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وفقا لما رسمه الدستور في إطار التنظيم الإداري للمؤسسات الحكومية سادسا أصدرنا تعليمات رقم واحد لسنة 23 لتسهيل تنفيذ قانون الغاء الامتيازات الماليه اللي شرعه مجلس النواب الموقر للمسؤولين في الدوله والتاكيد على ديوان الرقابه الماليه الاتحادي بمتابعه اجراءات المؤسسات الحكوميه كافه بتنفيذه. والتوجيه بانهاء جميع المخالفات الناتجه عن عدم تنفيذ القانون انفا ومتابعه تطبيقه بشكل تام حمايه للاموال العامه. سابعا أصدرنا قرار مجلس الوزراء المرقم 316 لسنة 22 المتعلق بتنظيم الإفادات الرسمية للمسؤولين. ثامناً وجهنا الأجهزة الرقابية الداخلية في المؤسسات الحكومية بمراجعة وتدقيق الكلف التخمينية وجدول الكميات المسعر بالشكل الذي يؤيد صحة وسلامة الإجراءات. تاسعاً وجهنا بإعادة النظر بجميع طبعا هذه التوجيهات صدرت بها اوامر واجراءات وتوصيات مو فقط توجيه وكل توجيه الى تفصيل وجهنا بعاده النظر بجميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقه بتخصيص قطع الاراضي السكنيه يعني قرارات صدرت انا كنت وزير في حكومه السيد العبادي كانت معركه ضد الارهاب قرار 168 في سنه 2014 هذا فقط لمن ابدى تضحيات بطوليه في محاربه داعش. بعد ما استلمنا وجدنا اللي استلموا الاراضي خارج نطاق البطولات والتضحيات. شوفوا هذه الرساله السلبيه اللي نوجهها نوجهها للابطال اللي دافعوا وقاتلوا بحيث انا التقيت ضباط طائرات الطائرات المروحيه اللي هم كانوا راس الحربه في مقاتله داعش. كلهم مستلمين قطع اراضي سكنيه فصار الغاء لهذه الاراضي اللي وزعت خلاف القرار وجهنا عاشرا باستخدام اساليب وادوات الدفع الالكتروني لمنع التهرب الضريبي والسيطره على التحويلات والمعاملات الماليه وتعزيز قدره المصارف على تاديه نشاطاتها الائتمانيه بما يدعم الاقتصاد الوطني داعش وجهنا بأتمتة الضرائب والجمارك من قبل الجهات المعنية ووزارة المالية 12 أنشأنا نظام حساب الخزينة العامة الموحد لإحكام الرقابة والسيطرة على التمويلات الحكومية ومتابعتها مع الوزارات المختصة كافة هذه النقاط الثلاثة عشرة و11 و12 لو كانت موجودة ما حصلت قضية سرقة القرن وأي حديث عن مكافحة الفساد بدون أن نقف أمام هذه السرقة وهذه العملية الكبيرة التي أدت إلى ضياع ثلاثة تريليون وسبعمائة مليار دينار فأي حديث عن مكافحة الفساد بدون إيجاد المقصرين واسترداد الأموال فهو بالتأكيد سوف يكون حد فاصل بين ثقة الشعب والدولة ومؤسساته واليوم بالتأكيد السيد القاضي راح يبين اخر الاجراءات في هذه القضيه. حساب الخزينه الموحد كان معطل وفي خطوات جاده وجدنا يعني مثلا 1200 حساب مفتوح عند الوزارات والجهات وفيها اموال موجوده والجهات المعنيه ما تدري عندها حسابات وعندها اموال فمن بلغنا الوزارات والمحافظات قلنا لهم راح نوقف الحسابات فراجعوا انطينا مهله شهر اتخذنا قرار وزيرة الماليه وقف الحسابات. فكنا نتصور انه راح يصير ضجه. اه الامور طبيعيه وهذا ياكد كلامنا انه فتحت حسابات وتركت وبها مبالغ طبعا. فبدانا بتقليص هذه الحسابات وان شاء الله راح نوصل الى حساب موحد يبين لصاحب القرار حركة الأموال في كل المؤسسات المالية ويقطع الطريق على أي جهة تتلاعب مثل ما قلت إحنا العملية سرقة القرض ثمان أشهر وحركة الأموال تتحرك بين المصرف وبين الضريبة وعملية تجري بأوراق حافظ عليها الفاسدين يغطوها لأنه ما كفت كشف ومتابعة ومراقبة لحركة الأموال وصار هذه العملية للأسف إلزام المؤسسات الحكومية كافة بدعم القطاع الخاص في مجال التنفيذ أو التشريع كونه شريكا في الأعمال والبناء 14 وجهنا وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادية الإسراع في الإجراءات المتعلقة بإتمام الحسابات المالية الختامية لجمهورية العراق المتأخرة للسنوات السابقة حماية للأموال العامة 15 استحداث تشكيل مديرية التدقيق والرقابة الداخلية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لإخضاع أداء الجهات الحكومية كافة لإجراءات المراجعة والرقابة والتدقيق والتحقيق وممارسة دور الرقابة السابق واللاحقة بغية منع أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة ومنع وقوعها 16 وجهنا بإصدار ضوابط إصلاح النظام الضريبي مؤتمر عقد تخصصي ومن المؤمل تعرض التوصيات على مجلس الوزراء راح تمثل اجراءات وقفزه مهمه استيفاء الضرائب يجب ان يكون مبني على الثقه الثقه بالمكلف اتخذنا قرار في مجلس الوزراء الشركات من باب حسن النيه انه المحاسب القانوني للشركه هو يقوم بدور المخمن وتشكل لجنه تاخذ عينه من المعاملات الضريبيه حتى تتاكد مدى مطابقتها. هذه سببت قفزه عندنا بالايرادات الضريبيه ومؤشره في الجدول اللي ان شاء الله راح نرسله الى مجلس النواب. 17 الزمنا جميع الجهات الحكوميه بتقديم بياناتها الماليه الى ديوان الرقابه الماليه الاتحادي لاكمال اجراءات الرقابه والتدقيق على الاموال العامه. المحور الثالث الإجراءات المتعلقة بمشروعات القوانين والتعليمات في مجال مكافحة الفساد أه تم إعداد مشروعات تعديل القوانين وإصدار التعليمات المتعلقة بمكافحة الفساد لمواكبة التطورات والمستجدات لدعم الأجهزة الرقابة وتمكينها من أداء مهامها وتوسيع نطاق المساءلة والمحاسبة وكالآتي أليف مشروع تعديل قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل وتعليمات تسهيل تنفيذه ب مشروع تعديل قانون ديوان الرقابة البالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011 المعدل وتعليمات تسهيل تنفيذه جيم مشروع قانون استرداد عوائد الفساد د إقرار مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي وهذا نعول عليه كثيرا لأنه يعالج بحدود 20 مادة في مختلف القوانين التي تمثل عائق أمام آه عمل القطاع الخاص ه صدور تعليمات صندوق استرداد أموال العراق ثانيا استحداث مديريه شؤون التشريعات للنهوض بالواقع التشريعي ومواكبه التطورات والمستجدات في المجالات كافه. المحور الرابع اجراءات التعاون الدولي في مكافحه الفساد. طبعا تبنينا منهج مع كل وزراء وبالتحديد السيد وزير الخارجيه في اي علاقه مع دول العربيه الشقيقه والدول الصديقه. محور ثابت في علاقتنا ومعيار نعتمد عليه في هذه العلاقه في تقويتها او في تجميدها هو مدى تعاون هذه الدوله مع حكومه العراق في استرداد المال العام واسترداد المطلوبين. لانه للاسف واحده من الاسباب الرئيسيه اللي ادت الى استشراء هذا الفساد والجراه على الفساد بهذه الطريقه، اكو حمايه، اكو غطاء، اكو جنسيه ثانيه، اكو جواز ثاني لهذا المتورط بالفساد يامن له الحمايه والملاذ الامن. وهذه اموال العراق كلها موجوده في حسابات ومصارف دول محدده. عن اي علاقه ممكن ان نتحدث مع هذه الدوله، وهي تأوي الفاسدين واموال الشعب العراقي. فهذا مؤشر ومعيار بالنسبه لعلاقاتنا الخارجيه. مع المنظمات والهيئات الدوليه العراق عضو في الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد. وبشهاده المؤسسات والمنظمات الدوليه اللي تاكد انه الفساد عامل محدد وعامل خطير لكل دول العالم. آن الاوان لهذه المنظمات، لهذه المؤسسات الدوليه ان تساعد العراق في جهوده لمكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والمال العام احنا اتبعنا كل الاجراءات الاشارة الحمراء الانتربول قوينا علاقاتنا معهم كل السبل القانونية المعتمدة انجزناها فقط الان تنفيذ التزامات الدول والمؤسسات الدولية مطلوب ان تلتزم بهذه الالتزامات وتنفذ هذه اوامر في هذا الإطار وقعنا مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الأنمائي في مجال مكافحة الفساد والوقائم ثانيا التواصل والتعاون مع منظمة الشفافية الدولية لتحسين مستوى تصنيف العراق في مجال مكافحة الفساد والحد من يعني وجدنا فد معايير احنا نطبقيها لكن مو واضحة لهذه الشفافية فنشوف العراق دائما في المراتب الدنيا في مسألة أو المراتب العليا كبلد الأكثر فسادا ثلاثة العمل على رفع مستوى تصنيف العراق في مجال مكافحة الفساد من خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 وتقديم متطلبات التقييم في الأمم المتحدة لإصدار القرار الملائم. أربعة الإسهام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اليو أن دي بي في الإعداد لمشروعات القوانين وكالآتي: مشروع تعديل قانون العقوبات، مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، مشروع تعليمات العقود الحكوميه، مشروع قانون التحكيم التجاري، مشروع نظام الدفع الالكتروني المحور الخامس الاجراءات في مجال الاشراف والمراقبه، شرعت الحكومه بتنفيذ ومتابعه المئات من المشاريع الخاصه البنى التحتيه والمستشفيات والطرق والجسور واجراء زيارات مباشره من قبلنا ومتابعه على مدار الساعه من قبل لجان تفتيشيه ميدانيه واجراء التدقيق في اول مراحل تنفيذها من قبل لجان تدقيقيه متخصصه اولا باول لضمان سرعه الانجاز وفاعلية التنفيذ والشفافيه والنزاهه في العمل وهذا يعني محور مهم لا به احنا عندنا اكثر من 25 تريليون دينار لمشاريع متلكئه، هذه كلها موجوده، آلاف المشاريع تعاني نسب اندثار وموقفنا الحكومي أمام المحاكم ضعيف في هذه القضايا، لأنه اكو إجراءات بسبب الوزارات والمحافظات، بدون حسمها يعني مزيد من خسارة القضايا وتكبل الدولة أموال طائلة فضلا عن الخدمة المعطلة. هذا بشكل مختصر ليس بداية لإجراءات م... ليس إلا بداية لإجراءات مستمرة وفعالة نحو تحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة إدراكا بأن الطريق ما زال أمامنا طويل رغم الجهد رغم النوايا رغم التكاتف بالعمل المشترك مع اللجنة النيابية المختصة مع الأجهزة الرقابية مع القضاء الذي يبدي تعاون غير مسبوق لكن بصراحه امامنا طريق طويل للحد من هذه الظاهره الخطيره شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته